مدينة جريند لولد سويسرا. يعتبرها أغلب الناس أجمل مدينة في سويسرا، ويوجد بها أجمل المنتجعات. فتشبه قرية جريند لولد السويسرية، تشبه المناظر الطبيعية الموجودة في البطاقات البريدية، فهي مثال ساحر لمنتجعات التزلج السويسرية. وتضم القرية منحدرات تزحلق تناسب كل المتزلجين، فضلاً عن العديد من الأنشطة التي يمكن ممارستها على الجليد من أجل هؤلاء الذين لا يعرفون كيفية التزلج أو التزحلق، مثل التزلج بالمزلجات أو التنزه سيراً على الأقدام، وكذلك التزلج بالقبقاب الثلجي. هل ترغب في الاستجمام فقط؟ يمكنك بكل بساطة التماس الدفء بإشعال النيران، وكذلك الاستمتاع بالأجواء المرحة. وبعد قضاء يوم طويل، ليس هناك ما يضاهي الاستمتاع بتناول إناء من الجبن الفوندي السويسري، وكذلك كوبا من النبيذ المثلج، بينما تخطط لمغامرات في اليوم الثاني. لكن السؤال الآن، أين تقع قرية جريند لولد السويسرية؟ هي قرية في كانتون بيرن في سويسرا، تقع على ارتفاع 1034 متراً فوق مستوى سطح البحر، بين جبال الألب في بيرن، وعلى بعد 20 كيلومتراً من إنترلاكن، التي توفر خيارات واسعة ومتنوعة للسكن وبأسعار مناسبة. أما عن أهم معالم السياحة في قرية جريند لولد السويسرية، فتمتاز قرية جريند لولد السويسرية كباقي قرى الريف السويسري، تمتاز بالجمال والطبيعة الخلابة وكذلك الهدوء، ما يجعلها من أفضل المواقع السياحية في العالم لقضاء العطل والاستجمام، كما ويفضلها السواح لقربها الكبير من مدينة إنترلاكن، وكذلك النشاطات المختلفة التي توفرها لزوارها. وتقع قرية جريند لولد السويسرية على ارتفاع 1034 متراً عن سطح البحر، فتجد بيوتها تعانق السحب بمنظر خيالي ساحر بين جبال الألب الجميلة، التي تقدر مساحتها بنحو 171 ألف كيلومتر مربع. ويعني اسم جريند لولد في اللغة الألمانية يعني الحقل، حيث يستخدم أكثر من 30% من أراضيها للإنتاج الزراعي، ما يجعل منها جنة خضراء يعشقها كل زائر. وتعتبر السياحة في جريند لولد هي مصدر للدخل الأكبر لهذه القرية، حيث يقصدها السياح في الشتاء للاستمتاع بالرياضات الشتوية، في الصيف لجمال وسحر طبيعتها، حيث تحتوي على 4 تلفريكات تقودك إلى أعلى الجبال الرائعة، كما ويقام فيها الكثير من الفعاليات والألعاب الرياضية، وكذلك المسابقات الدولية الحماسية. حيث ويوفر تلفريك جريند لولد لزوار القرية تجربة لا تنسى بإطلالة بانورامية أخاذة، تظهر فيها الرائعة جريند لولد متربعة في قلب تجويف صخري أخضر وجميل، وتحيط بها القمم الجبلية الشاهقة، علاوة عن منظر بحيرة باخ إليس الكريستالية الصاخبة، فلا تفوت فرصة التقاط أجمل الصور التذكارية لهذه القرية الفاتنة. ولعل ما يميز هذه القرية هو زحليقة جريند لولد الهوائية، فهي كفيلة بجعل الأدرينالين بأعلى مستوياته في جسدك، حيث أن الصعود إليها يتم بواسطة التلفريك، وقد تم افتتاحها في عام 2009، وتحمل في كل مقعد شخصا واحدا فقط، ويقدر طولها بنحو 800 مترا من الكابلات الصلبة، وارتفاعها يصل إلى 50 مترا،
ويستغرق الهبوط فيها بنحو 45 ثانية فقط، وبسرعة تقدر بنحو 84 كيلو مترا في الساعة. فإن كنت من عشاق المغامرات والتحدي فلا تفوت تجربتها. وتشتهر جريندلولد بسويسرا بسلسلة مميزة من أجمل وأرقى المطاعم السويسرية التي تكون في قمم جبالها، والتي تقدم أشهى الأطباق والوصفات اللذيذة، كما وتقوم بتوفير شريحة كبيرة من الأطعمة الحلال للسياح العرب. هذا علاوة عن وجود ما يزيد عن 40 فندقاً ساحراً فيها. وفي النهاية أشكركم لحسن الاستماع، لكن لا تنسوا اللايك والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس حتى يصلكم مني كل جديد. لكم أرق الأمنيات.